ظهرت القومية الأرمينية في النصف الأول من بدايات القرن التاسع عشر. القومية ليس الدين، هم نصارى أرثوذكس، وهم قريبين جدا من روسيا، وروسيا دعمتهم بكل ما تستطيع، لكن نحن نتحدث عن القومية. القومية بمعنى هم يرون يعني أنفسهم أصحاب مصالح مشتركة وأصحاب سمات خاصة وأصحاب خصائص تخصهم، وبالتالي فهم يريدون استقلال حتى عن روسيا، حتى عن روسيا. فظهرت هذه المشكلات كلها في بدايات القرن التاسع عشر. تأثروا الثقافة الفرنسية نتيجة الوفود العلمية اللي راحت هناك، طلبوا بالحكم الذاتي وتعاونوا مع روسيا ضد الدولة العثمانية في كل حروب روسيا ضد الدولة العثمانية. كان الأرمن يعني منحازين إلى الدولة العثمانية وضد، حتى في الحرب العالمية الأولى حصلت مشاكل كثيرة جدا بسبب ولاء الأرمن إلى الروس في ضد الدولة العثمانية. نعم، هي أصل أرمينيا يعني أرمينيا ليست دولة واحدة الآن، يعني في بعض الأرمن موجودين في إيران، بعض الأرمن موجودين في تركيا، بعض الأرمن موجودين في روسيا، بعض الأرمن موجودين في أرمينيا في جنب أذربيجان. نعم، فالأرمن طلبوا الحكم الذاتي، عايزين حكم ذاتي، يعني عايزين نوع من الاستقلال السياسي، عن الاستقلال الذاتي يعني ندير امورنا بنفسنا. الحكم الذاتي يعني ندير امورنا بنفسنا، نعترف بسياسه الدوله لكن امورنا لا تتدخل الدوله فيها. فطلب الحكم الذاتي من الدوله العثمانيه، ورفض طبعا العثمانيين، فبداوا في انتهاج العنف، تشكيل عصابات مسلحه. طبعا الروس ساعدوهم بموضوع السلاح. طب لماذا العصابات المسلحه؟ كان ممكن ينتهجوا النهج السلمي، لكن ليه ينتهج النهج السلمي اذا كان انا في خصومه دينيه مع الدوله العثمانيه وفي مساعده سياسيه من الدوله من روسيا، وعندي اقليم واعره جدا استطيع ان اوظفه جغرافيا لمصلحه الاستقلال، وبالتالي مارسوا العنف حتى حولوا قتل السلطان عبد الحميد نفسه. كان في مؤامره قتل السلطان عبد الحميد نفسه. لذلك لما قامت الحرب العالميه الاولى وثبت خيانه الارمن للدوله العثمانيه، كانت سلوك الدوله العثمانيه عنيفا جدا تجاه محاولات الارمن للانفصال عن الدوله. لما فرضت معاهدة سيفر، معاهدة سيفر هذه احدى المعاهدات اللي فرضت على الدولة العثمانية سنة 1920، وفتتوا فيها الدولة العثمانية تفتيت كبير جدا. لم تستمر معاهدة سيفر، يعني تم تعديلها فيما بعد في لوزان، لكن بموجب معاهدة سيفر تم تأسيس دولة أرمينية مستقلة كما نرى الآن. يعني نأتي إلى القومية التركية العلمانية وليس العثمانية، القومية التركية العلمانية. ظهور القومية التركية بدأ إمتى؟ بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر. نتكلم عن فترة برضو ليست بعيدة أوي، يعني حوالي أقل من 150 سنة مثلا، منذ منتصف القرن التاسع عشر. قبل ذلك لم يكن هناك شعور قومي تركي، يعني الأتراك منذ أيام عثمان باشا مؤسسهم، يعني غازي عثمان، من أيام العثمانيين الأوائل هم يحتضنون الإسلام ولا يرون لهم اسما إلا المسلمين. كلمة تركي كانت شتيمة، لما تقول حد يا تركي معناها يا همجي. كما قال في بعض البيئات يقول بربري سبا، أنت بربري، هذه هجمة بربرية، نوع من نوري، يعني نوع من السباب، يعني أنت وضيع، مستواك الاجتماعي ضعيف، يعني أنت في آخر السلم الاجتماعي. فكانت كلمة تركي تعني ذلك، لم تكن تعني ما تعنيه الآن من أني يعني هذا جنس خاص وجنس عظيم، يعني كما يعني يقال الآن. فظهرت القومية التركية نتيجة حاجات كثيرة، عوامل كثيرة أثارت هذا. لكن احنا مهم أوي نقف عند هذه الكلمة، عند هذه الجملة، أن كلمة تركي كانت تكاد لا تستعمل إلا مرادفة لكلمة مسلم، يعني ما في حد يستعمل كلمة تركي. طيب لو إن فيه يوناني في الدولة في تركيا، يوناني أو يهودي، لا نقول عليه تركي، لا نقول عليه تركي، هو موجود في تركيا لكن لا نقول عليه تركي، نقول عليه يوناني، نقول عليه تركي يبقى مسلم. لو قلت فلان تركي يبقى فلان مسلم، ده الآن يعني فلان تركي وفلان مسلم. وحتى في فترة تأسيس أو بروز القومية كان ذلك هو المعروف، يقول عليه خواجة، يقول عليه
يا سيس يا 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 يا, يا اليوناني ينادى بديني او ينادى بقوميتي اليونانيه، لكن لا ينادى على انه تركي، لان كلمه تركي معناها مسلم. فحتى برنارد لويس وهو رجل مؤرخ يهودي كان يقول انا متعجب جدا يعني، يقول الى يومنا هذا لم يطلق مصطلح الاتراك على غير المسلمين ابدا. برنارد لويس اليهودي لم يطلق مصطلح الاتراك على غير المسلمين ابدا، على الرغم من اصولهم التركيه وانهم يتحدثون اللغه التركيه، لكن المسيحيين واليهود في اسطنبول لا يقال عليهم يعني في هذه الفتره لا يقال عليهم انهم اتراك. طيب لماذا برزت القوميه التركيه؟ ما عوامل بروز ظهور القوميه التركيه؟ اولا دور الاوروبيين المنفيين في تركيا، يعني في بعض الأوروبيين كانوا ثوار ضد حكوماتهم أو عاملين مشاكل مع حكوماتهم، يعني لجأوا إلى الدولة العثمانية، والدولة العثمانية كانت صدرها متسع لاستيعاب هؤلاء الناس، فجم ومعهم أفكارهم، وهم جم من أوروبا، فأوروبا مليئة بالقوميات، فجاءوا بأفكار القومية إلى داخل تركيا. طيب العكس، في أتراك منفيين إلى أوروبا، أتراك من أيام السلطان عبد الحميد كان في أتراك ثاروا على الدولة، ثاروا على الخليفة، فكان من عقوبتهم أن ينفوا إلى الأماكن، وبعضهم يا السلطان عبد الحميد على فكرة كان بعضهم يأخذ مرتبات ويسكن على رفقة الدولة، لكن بر يعني من سماحة السلطان عبد الحميد رحمه الله. فالأتراك المنفيين في أوروبا تأثروا بهذه الأفكار، ولما رجعوا إلى تركيا رجعوا يعني موالين لفكرة القومية التركية. النصارى الخاضعين لسلطان الخلافة المقيمين في أرضها، المنفتحين على الأفكار القومية الآتية من الغرب، وبخاصة أن النصارى كان كثير منهم أو بعضهم يعني بيشتغل مترجم، لأنه عارف اللغة الفرنسية، واللغة الفرنسية كانت لغة لها قيمة كبيرة في تركيا في ذلك الوقت، وعارف الإنجليزية وعارف الألمانية. فالنصارى لأنهم كانوا جايين من عند اليونان مثلا أو لهم صلات قوية باليونان، فبيتكلموا اللغات الأجنبية، فكانوا بيستعملوا مترجمين في الدولة العثمانية، فنقلوا الأفكار من كتبهم ومن مراجعهم العلمية، نقلوها إلى الداخل التركي. البحوث العلمية هذه خطيرة جدا، البحوث العلمية عن أصول التركية، تصوروا اللغة التركية كانت تكتب بحروف عربية، وكانت لغة مقروءة أكثر منها مكتوبة، يعني اللغة التركية حتى هذا الوقت كانت لغة مقروءة منطوقة وليست مكتوبة قليلة. فجم مجموعة من العلماء اليهود وظلوا يبحثون عن أصول هذه اللغة التركية، وسافروا إلى مناطق تركستان وعملوا أول معجم للغة التركية وكتاب قواعد جرامر للغة التركية. من الذي أسس هذا؟ اليهود المستشرقين، وخاصة اليهود يعني عملوا البحوث العلمية عن أصول التركية وعن التاريخ التركي القديم. اللغة العثمانية تكتب بالحروف العربية، اللغة التركية تكتب بالحروف اللاتينية، يعني نفس اللغة لكن تكتب. اللغة التركية الجديدة نعرفها بس قديمة. آه نحن بنتكلم الآن عن اللغة التركية، بنتكلم عن اللغة التركية اللي كانت مستعملة من خلافة، نحن في مرحلة الخلافة ما زلنا، كانت تكتب بالحروف العربية لكن لها قواعد مختلفة، هي نفس اللغة التركية الآن، طبعا في بعض المصطلحات وبعض الكلمات هجرت وجلبت من اللغة الفرنسية والإنجليزية وغيرها، لكن في عموم الحال اللغة التركية الآن هي اللغة التي كانت تنطق أيام الخلافة مع وجود الحرف العربي. فالمستشرقين اليهود بحثوا في أصول حتى وضعوا قواعد أو اكتشفوا القواعد الخاصة باللغة التركية، واكتشفوا أصول الأتراك القديمة، ذهبوا إلى بلاد تركستان وظلوا يبحثون هناك ما أصولكم حتى يعني ركزوا على الأصول التركية الأصلية، كما نقول مثلا في مصر الأصول الفرعونية، اكتشفوا اللغة الهيروغليفية واكتشفوا كذا واهتموا بعلم المصريات واهتموا بالآثار المصرية واهتموا كذلك، فعلوا مع الفرس كما سوف نرى، وكذلك فعلوا مع تركيا الاهتمام بالأصل العرقي للتركي.
يعني سواء هنا وصلنا ان اليهود هم الذين وضعوا الحروف لغه تركيب الحروف اللاتينيه يعني لا 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 الذي وضع الحروف اللاتينيه للتركيه هو مصطفى كمال الترك تمام لكن اللغه هذه لغه لها قواعد اليس كذلك تدرس اللغه التركيه بقواعدها تقول الجامعة بي اي ار او ار او مش عارف ايه يعني في قواعد اللغه التركيه هذه القواعد جديده ولا قديمه 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 طريقه نطق الاصوات يعني في طريقه نطق الاصوات هذه موروثه منذ القديم فهذه اصول اللغه فهم بحثوا عن اصول اللغه فوجدوها في التراث القديم يعني اعتبر هم اللي عملوا اللغه العثمانيه لا أقول عملوا اللغة لا تعمل لا يعملها مجموعة أفراد عملوا عملوا كتبوا كتبوا القواعد القواعد منطوقة اللغة العربية أما أيام الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كان في قواعد مكتوبة اللغة العربية ما كان في نحو عربي الناس تكلم العربية بالصليقة فيما بعد أيام الخليل أحمد مثلا أو أيام علي بن أبي طالب لما يعني بدأ وضع أصول علم النحو بدأ كتابة القواعد أو بدأ الناس تدرس القواعد في فاعل في مفعول في مجرور في مضاف إليه في كذا في كذا فبدأت وضع القواعد القواعد مكتوبة الآن نستطيع أن ندرسها لكنها قبل ذلك كانت معروفة بالسليقة ليست مكتوبة ليست مكتوبة فهم اللغة التركية كانت تنطق بالسليقة لكن الذي وضع القواعد أو اكتشف القواعد وقننها وكتبها والعلم الأصوات وعلم كذا كل هذا يعني كان جهود علماء كبار علماء يهود ظلوا يبحثون في أصول هذا الشيء هذا هدف يعني أن يكون فيه قومية بهذا الحجم لهذا العالم التركي تستحق يعني أن يبذلوا جهد سيفتتوا الدولة بهذه القومية وتعلوا هذه القومية وكرد فعل لهذه القومية ستنشأ القومية العربية وتغنى القومية الكردية والقومية الفارسية كرد فعل على التعصب للقومية التركية فيستحق يعني انهم يروحوا تركستان يبحثوا يجتهدوا ويكتبوا لكن المحاولات الاولى للقوميه التركيه كانت ليست بعيده عن الاسلام يعني القوميين الاتراك الاوائل ده نامت مثلا الشاعر التركي المشهور نامت كمال كانت يعني متسحة بالدين او متسربله بسربال الدين او يعني منطلقه من الدين واحنا زي العرب ما العرب يعني مسلمين احنا اتراك بس مسلمين الاسلام هو الاول الاسلام اهم شيء لكن احنا اتراك فكان بدات القصه هكذا ثم بعد فتره بدات لا نحن اتراك بس بنرجع بالدين يعني هكذا يعني بديع زمان النورسي طبعا مشهور النورسي من مجددي الاسلام يعني من علمائه الكبار انتبه إلى خطورة القومية المنعزلة عن الدين وقال لهم يعني انتبهوا إلى أن هذا سيورثكم التباغض والتناكر بينكم وبين المسلمين الآخرين القومية أهلا بها إذا كانت في إطار الدين نعتز بقومنا ما في مشكلة لكن ستكون في يوم من الأيام خصما من الدين وسببا للعداوة والتأريش بين المسلمين وغيرهم بيقول النورسي في كلامه أيها الأخ التركي احذر وانتبه أنت بالذات فإن قوميتك امتزجت بالإسلام امتزاجا لا يمكن فصلها عن الإسلام ومتى ما حاولت عزلها عن الإسلام فقد هلكت إذن وانتهى أمرك ألا ترى أن جميع مفاخرك في الماضي قد سجل في سجل الإسلام وأن تلك المفاخر لا يمكن أن تمحى من الوجود قطعا فلا تمحوها أنت من قلبك بالاستماع إلى الشبهات التي تثيرها شياطين الإنس كلام سمين جدا الرجل تنبه مبكرا إلى خطورة القومية المنعزلة عن الدين